ما تنسوش ان اخر تصريحات لمرتضى منصور كانت لكام دقيقه كده من قدام باب اللجنه المختصه بتلقي اوراق الترشح، لما قال انا ما عنديش ممدوح عباس ولا عندي عتال ولا الناس دي مشطوبه، وعايزين كلهم يجوا يقدموا ويوروني. طب انت ازاي بتقول مشطوبين وازاي بتقول لهم يجوا يقدموا؟ يعني برضه انا دايما انصح مرتضى منصور، دعك من الفكر القديم، الفكر الرتيب لن يفيدك في شيء، انت لن تستطيع ان تشطب احد، واللي عايز ينزل انتخابات هينزل بمزاجه، بس انت بتنتقد نفسك. يعني انتوا مشطوبين مالكمش مكان عندي، هو مش ناديك. هنرجع تاني للعك ده، ما قلنا لك اهدى، قلنا لك اهدى وقول هديت وسيب الدنيا تمشي سلسه، استفيد بقى من اخطائك واللي بيحصل لك، ما تخليش الناس تاني تحط عليك، اهدى. انا ما عنديش ده، انا شاطب ده، ده مزور، ده مش عارف ايه، وكله كلام اونطه. وبعد كده العتال مزور، بس المحكمه للنيابه حفظت التحقيق علشان خاطر انتفى السبب بشطبه، هذا كلام كذب ولا اساس له من الصحه. وانت عارف النيابه حفظت ليه، والنيابه حفظت والمحكمه حكمت، النيابه حفظت لان البلاغ كان كاذب، والبلاغ كان كيدي، وما فيش ادله ولا مستندات على ان الراجل مزور حاجه. والمحكمه رجعت مجدي العتال ورجعت هاني العتال واسماء العتال، رجعتهم والزمت النادي بدفع الفلوس وانهم يمارسوا عضويتهم بكامل الصلاحيات وبما فيها نزول الانتخابات، وكل الدنيا تمام. وهاني شكري واخد اول حكم تاريخي ونهائي وبات في عوده العضويه، وممدوح عباس واخد بدل الحكم 10 احكام، ومصطفى عبد الخالق كذلك الامر وغيرهم. يعني ليه يعني يا اخي ما انت كنت بره النادي سنه كنت بتبكي طوب الارض، ما كفايه بقى، ده مشطوب وده مطرود وده كفايه بقى النغمه دي، كفايه النغمه دي. ومنين انتوا مشطوبين ومنين انا عايز اشوفكم في النادي؟ ما تهدى شويه، اهدى شويه، اهدى شويه، اهدى شويه، يعني اهدى شويه. كفايه اللائحه الشوربه اللي انت مش عايز اقول ايه بس، ولا الدعوه الفضيحه اللي انت داعي بيها للانتخابات، اهدى شويه. واني لك ناصح امين، اهدى شويه، اهدى شويه وقول هديت، اتهد واستفيد، اهدى اهدى يا راجل، اهدى، اتهد اتهد شويه.